الحقيقة مشهد إنساني رائع، ظاهره التضامن والتكافل، وباطنه الإخلاص والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. جزيل الشكر، جزيل التقدير لكل من شارك في هذا النجاح من متطوعين ومؤسسات وجهات فاعلة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. طبعاً التحالف الوطني الحقيقة، التحالف الوطني الحقيقة لا ينكر أبداً دوره، محدش يقدر ينكر أبداً دوره إلا إذا كان يعني في نفسه حاجة مش جيدة، لكن التحالف الوطني دوره عظيم جداً جداً. واللي إحنا النهاردة موجودين هنا واللي بنشوفه ده وعملوا على مستوى محافظات مصر بالكامل بيعكس كده.